البطولة في الحقيقة ما كناش مخطئين ليه، ولكن حاولنا أننا نعملوا البطولة على الله والدفرنا اللي جادوا حاولنا نوصل النهائي. أول يوم حاولنا نحط الحمد لله رغم التحكيم رغم الظروف أننا حاولنا نوصل، هذه بداية السعادة. إحنا يا العدد ديالنا هو التأهل كل كأس العالم ومشاركة البطولة الإفريقية. اولا بلشنا بتغريم تنظيم المغرب حق البطوله، الحمد لله كان تنظيم حلو ومن اول بطوله لاخر بطوله ما قصروا ويانا اهل المغرب وشعبهم، الحمد لله حتى الجماهير ما قصروا ويانا والقادم افضل. ثانيا حق البطوله وصلنا النهائي الحمد لله، هذا الشهاد من الشباب من الفريق من بدايه البطوله من الكويت وما كانوا يبون البطوله، بس قدر الله ما شاء فعل وصلنا النهائي، بس ما حلفنا الحظ بالبلنتيات، وان شاء الله الوعد باسيا يا رب.